السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمد ايس كوب. كيف حالكم يا شباب؟ جايكم بخير وصحة وسلامة، وجايكم كومنتري جديد. وهالكومنتري هذا تقريبا وصلت 10,000 او باقي شوية اوصل له، خلاص ما تبقى شيء. اول شيء اشكركم، اشكر كل واحد ساهم بنشر القناة، كل واحد حط لايك كومنت مفضلة، اي شيء سويته اشكرك يا شيخ. يعني لو الله ثمتهم ما كان وصلت له، صح انهم 10,000، صح انهم اصلا بالاساس يمكن 1000 واحد او 2000 بالكثير، لانه ما يجيني لايكات ما يجيني تعليقات واجد، وصراحة الشيء هذا مرة مضايقني. بس ما بموضوعنا الحين، خلونا نتكلم عن الموضوع المهم اللي انا منزل كومنتري عشانه، اللي هو اللعب كيف اثر عليك، كيف اثر على مستواك، كيف اثر على حياتك. يعني انا اتكلم اول شيء عن نفسي. الصراحه يعني قبل ما كنت العب، يوم صرت العب صرت مدمن. يعني خلونا نكون صريحين وواقعيين مع بعض، اللعب ادمان. يعني انت ممكن ما تحس انه ادمان كذا، بس خلونا اقول لكم اشياء تصير لي انا. مثلا بعض الاحيان اكون العب 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 ساعتين، بعض الاحيان اقوم من النوم العب لما انام. هذا يعني ما اقول هذا مو بادمان. بعض الاحيان اخويا يدقون علي، يا محمد يلا تعال اطلع معنا، ما ادري ايش، اقدر اصرفهم ليه؟ لاني ابغى العب. يعني هذا مو بادمان معقوله، يعني الاشياء هذه مره تضر. وش بعد؟ ممكن يدخل وقت الصلاه وانت ما تدري اصلا، تكون شابك سماعات مشطيه ولا تدري، او ممكن تسمعه بس تقول يا رجال العب هالجيم هذا، يا رجال العب الجيم اللي بعده يمدي، تلعب الجيم الثالث الا قد طلع وقت الصلاه وانت ناسيها، ممكن تجمعها مع الاشياء، مثلا هي المغرب تجمعها مع الاشياء او تاخرها عن وقتها. كل هذا ليه؟ يعني حرام اللعبه يسوي فيك كذا. ناس كثير اثر على مستواها الدراسي، وانا اولهم اثر على مستواي الدراسي. صرت يعني ما اهتم للدراسه قد ما اهتم للعب، فاغيب واجد عشان ايش؟ عشان يكون سهران على ستوني، اكون سهران على اللعب. فاقوم الصباح يعني ما اقدر اقوم خلاص، قد يعني ما نمت الا ساعتين 3 ساعات، فاكمل نوم اسحب على ام الدراسه، على ام الجامعه، على ام كل شيء. هذا يعني ما اقول هذا مو بادمان الا ادمانين والله. فش اسمه، يعني انتبهوا لنفسكم، لا تقعد تضر عمرك، لا تقعد تلعب واجد، تحط لك جدول. يعني ترى هذا اللعب هذا شيء مؤقت. يعني ناس كثير كنا نشوفهم يلعبون كل الوقت والحين سحب على ام اللعب، ليه؟ مو هو عشان دراسه، مو هو عشان اي شيء، لان تطفش من اللعب. يعني انت لا تطفش من، لا تنتظر انك تمل من اللعب يكون ضاع كم سنه، ضاعت كم سنه من عمرك مثل ما انا سويت الحين. يعني ضاعت سنوات واجد من عمري عشان ايش؟ عشان اللعب. صح انه مو بس عشان اللعب، بس اللعب كان له دور كبير في هالشيء. حرام يعني انت قلت تضيع نفسك عشان بس شيء مؤقت، شيء ممكن بعد كم سنه تقول يو كنا نلعب، كيف كنا نلعب ذا الوقت كله يا اخي، شوف السماجه دي. تقعد تشوف اللعب تحس انه شيء سامج. يعني اعطيكم مثال، انا قبل كنت 24 ساعه العب كوره، مع ان الكوره شيء حلو ورياضي ومفيد وكل شيء، بس اني كنت العب كل اليوم. يعني كنت اقوم من النوم اروح العب كوره، لما ارجع انام ارجع ما اقدر انام في خودي يا شيخ، من شد وشد عضلي وانواع الاصابات بسبه اللعب وادمان. بس اني شلون يعني كنت اقول انا بصير لاعب كوره، مستحيل اترك الكوره وما ادري ايش. شفني الحين هذاني، يعني بعد فتره الحين شفني متى العب كوره، كل سنه وسنه العب مباراه. يعني شيء مؤقت، كل هالاشياء هذه اشياء مؤقته، ما راح ينفعك في حياتك كل شيئين، يعني دينك وشهادتك، هذه الاشياء اللي بتنفعك، هذه الاشياء اللي بتقعد معك يعني لما ينتهي عمرك. يعني انت تحط لك جدول، ضبط عمرك. انا ما اقول لك لا تلعب، لا العب، العب ساعتين 3 ساعات، 3 ساعات حلو، بس لا تلعب اكثر من كذا حرام. يعني عندك اشياء كثيره تقدر تسويها، تقدر تروح تسوي رياضه، تقدر تشوف اهلك وش يحتاجون منك. يعني انا اكثر واحد مقصر مع اهله واعترف بهالشيء، بس هذا شيء حرام. يعني اهل يعني الله وصاك ببر الوالدين، يعني ما راح اقول لك اشياء انت تعرفها وكل يوم تتكرر على راسك. يعني انتم كلكم تدرون وش اهميه بر الوالدين، و يعني اهلك هم اللي بينفعونك في حياتك. يعني لا تقول لاخوياي، لا تقول لي اللعب، لا تقول لي اي شيء، ما راح ينفعك احد قد اهلك، ما احد بيهتم لك اكثر من نفسك كثر اهلك. عشان كذا اهتم لهم، شوف وش يحتاجون وش ما يحتاجون. ترى والله اذا لقيت تلعب كل يومك ما يعتبر انت ولد بار، مستحيل تكون ولد بار. يعني اكيد اهلك بيحتاجون منك اشياء وتصرفهم تسحب عليهم عشان ايش؟ عشان تلعب. عشان كذا اقول لكم حط لك جدول، حط لك جدول. يعني يكون اللعب، حط في راسك ان اللعب هذا شيء ثانوي، شيء ترفيهي لك، يعني مو بشيء اساسي في حياتك، مو بشيء اساسي في يومك. يعني اقعد العب ساعتين 3 ساعات، يكون ما فيها وقت صلاه، وما يكون فيها اهلك يحتاجونك بشيء. اذا جاء وقت صلاه خلاص انسى اللعب، قم صل. اذا اهلك يحتاجون منك شيء اترك اللعب، حاول اجبر نفسك. في البدايه بتحس ان هذا شيء صعب، شيء ما تقدر عليه، شيء ما تعودت عليه، بس بعد فتره بتعود نفسك وبتدري ان ارادتك اقوى من هاللعب، اقوى من كل شيء، فبتمشي ان شاء الله معك الامور وقت بعد فتره. عرفتوا؟ يعني بيصير شيء تقدر تسويه انك تقوم عن اللعب. انصحكم بهالشيء والله، انصح. يعني كثير مننا يقولون انا مثلا عن الدراسه، خلينا نتكلم عن الدراسه، كثير منكم يقول ممكن انا الحين كل الناس مدارس اهليه، تقول انا من سهليه بجيب درجات، ما يحتاج اني اشد حيلي واتعب، لو ما ادرس اجيب درجات. انا كذا ما كنت ادرس ابد ابد ابد، كنت اخر السنه اروح اختبر واجيب شهاده واجيب نسبتي، بعد اللي يشوف نسبتي يقول هذا ابو مصير، هذا اقلع ام الدفره يا شيخ. فاقول لكم يعني جبت شهاده وبعدين دخلت الجامعه،
خذ مؤخر عشان الهواء. اقول لكم دخلت الجامعه تحسب ان الدكتور بيقعد يعيد لك كل الاشياء من اول، تحسب انه بيعطيك الاساسيات، لا بيشرح لك يعني كانك انت عارف هالشيء بس بيشرح لك اياه بشكل اوسع، فانت بتقعد زي الاطرش في الزفه يقولون. يعني بتقعد كانه يتكلم هو لغه لغه ثانيه، ما راح تفهم هو ايش يقول، وهو ما هو مجبور انه يعيد لك من اول، ما راح تفهم. بتقعد تجيب لك مدرسين بتتعنوا ويقعد يشرح لك، واخرتها بتنجح دي يعني بتنجح على الحافه، هذا اذا نجحت اصلا. فهالاشياء هتضرك في مستقبلك، تضرك في وظيفتك، تضرك في حياتك كلها. يعني بدال ما تتعب وانت شاب وترتاح وانت كبير شايب، بالعكس بتقعد تتعب وانت شاب وانت شايب بعد. فأقول لكم يعني نصيحتي، اهتم لنفسك، اهتم لدراسك، اهتم لدينك، اهتم لأهلك، وبعدين اهتم للعب. آخر شيء اللعب، خل له فترة معينة تلعب فيها. شفني أول، أنا أقول لكم ألعب من أقوم لما أنام الحين، ما هو عشان اهتم بدراستي، مو عشان اي شيء، اتفشت من اللعب، والله اني اتفشت من اللعب. هذا اني العب ساعه ساعتين في اليوم، اذا كثرت ممكن يجيك ايام اكون مشغل سوني بس ما العب. ليه؟ لانه شيء، هذا شيء تطفش منه، شيء فتره يروح، لا تنتظر انت لما تطفش منه. لا اتمنى يعني ما يجي يوم تقول يا ليت احد كلمني قبل، يا ليت احد نصحني، يا ليت احد بين لي هالشيء. هذا انا الحين يعني قاعد احاول اسوي اللي علي. يعني اعرف ان اكثر اللي يتابعوني ممكن اصغر مني بالعمر، ممكن هم باقي يدرسون في المتوسط في الثانوي، فاتمنى انكم تسمعون مني هالنصيحه. صح ان في ناس كثير الحين ما تهتم للنصيحه ولا تسمع، لا تدخل من اذن هذه تطلعها من اذن هذه، بس في ناس برضه يسمعون النصيحه، وان شاء الله ان شاء الله اكون افدتهم كلامي هذا. عارف ان اسلوبي مو هو بذاك الزود، وعارف اني ما رتبت كلامي لاني انصح بشكل عفوي، يعني كذا اتكلم من راسي على طول، ماني بجهز كلام، ماني بجهز روس اقلام ولا شيء، بس اني اقول لكم اللي براسي عن سابق تجربه، اتكلم عن نفسي واتكلم عن الاشياء اللي صارت لي، واتمنى انكم تستفيدون من هالشيء وتكونون افضل مني ان شاء الله. ابي منكم بس كذا شيء الحين، ان شاء الله اني ما اطلب شيء واجد، اللي ابغى منكم تحط لايك على المقطع عشان بس اشوف هو عجبكم ولا لا، لاني والله الصراحه الفتره راحت متحطم اني انزل مقاطع ولا يجي عليها لايكات، ولا يعني ما يجي عليها ذاك العدد من اللايكات، فاحس اني اتعب الفاضي، يعني احس ان ما يعجبكم شيء اللي اقدمه، فليش اتعب نفسي وكذا، اوقف احسن. فاشوفوا بس، اعطوني اضيع من وقتكم كذا 3 ثواني، اعطني لايك واكتب لي كومنت، ابغاك تكتب لي كم ساعه تلعب في اليوم، بشوف انتم اغلبكم جايبين العيد ولا يعني وضعكم في السليم ان شاء الله. شوفوا هنا والله انا زعلت، قلت طلق علي وراي من فتره، انا ما ادري شوي خذ لك ترك الجيمك خلاص، هذا ما عاد بيلعب بعدها. المقطع الجاي بيكون بخصوص 10000 مشترك، بيكون مونتاج صغير، مونتاج يعني 3 دقائق، بيكون مدسه في لقطات حلوه، في لقطات يعني مش ولا بد، يعني ان شاء الله انها يعني تكون قريبه من مستوى متاملين، لاني صراحه ماني بلعب سنايبر واد في الشريط، بس ان شاء الله ما يجيني كوبي رايت، ما راح يكون فيها اغاني، انا شيدي وبس، مع السلامه. And darkness all around, you feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair, don't despair. And never lose hope, 'cause Allah is always by your side.